مرحبا استاذ، هذه ريبورتاج عن المسلسل. شو كنتي سكرانه وقت اللي عملتي؟ دغري وصلك الخبر؟ والله وقت اللي بدك تروحي وتحكي باسم المجله وتسكري لحتى تغمي، مو بس بده يوصلني الخبر، بده ينتشر بكل الوسط لحتى تصيري مضحكه. بعتقد ما في لزوم لهالحكي، واللي صار معي ممكن يصير مع اي حدا تاني. لا مستحيل يصير مع واحدة بتحترم حالها. شو قصدك؟ قصدي واضح كتير. أنا صار لازم أمشي. عادي. ماني مضطرة أقعد أذكر. عادي. أنت بتخيلي اللي عملتيه شيء طبيعي؟ أي بنت ممكن تعمله؟ لو أنت ألحيت علي براس سنة إني أشرب ولا معك معلش ومع غيرك لا. هلا هيك صار الحكي؟ لكن شو؟ شو؟ أنا نزلت على السهرة مشان أعمل الريبورتاج بناءً على حكي نادر اللي أنت كتير بتحبه وكتير بتحترمه. عزموني إني أشرب وحبيت جرب وصار معي اللي صار لأني ماني متعودة، هي هي كل القصة. خليل قاسم شو موقعه من الإعراب؟ ما فهمت. حسب يلي سمعته كنت مقضي سهرة معه مو مع الجروب. لكن أنا كيف عملت الريبورتاج؟ ما بعرف، أنا عم بسألك. جاوبي، أنا عم بسألك. وافترض إني أنا كنت مقضي السهرة معه، بعتقد ما حدا له علاقة. معناتها إنه محل فاعل بالإعراب. معلش، بتعرف إنه أنا ما بقدر جارك بالحكي، وبكل الأحوال هو رجل ليش معصب؟ ماني معصبة. لا معصبة. رجاء بدك تروحي تاني مرة سهرة؟ روحي، بس ما تحكي باسم المجلة، أنا ما عندي استعداد كون مسمار جحا. أمرك، في شي تاني؟ لا ما في شي تاني، بس بدي إياك بتصل فيك وكتير انتبه على حالك من هذا العظيم المحترم اللي تعرفت عليه، لأنه أنا بعرفه بغير البنات مثل ما بغير جرافاته، عشان ما أقول شي تاني.